السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده. مازلنا متواصلين الاولاد اليوم مش مشيو نسمعوا سطور عد مش متاعنا. التراك عنده 9 سوايع عمل لي هابط عمل 47 الف فيو الثالث توندونس. استناو فيه باش يطلع له التراك هذا باس شو نسمعوا مش متاعنا. واحد الله ما تخممش وريني شو عملت تحكي بروحك ما تعممش مشالهم وردو خاطرك مشالهم ما تهممش وعدو سفا عليه نار البيعة ما تممش ما سمعت شلت وباك سمعت مواجع الناس ملين ماشي طباك باش ناس تنحي الستريس تغزر له يضحك في وجهك من داخل يغلي وسواس تغزر لي مكشر في وجهك من داخل نغلي حماس مش متاعنا. فلوس ومس بسعادة مش مس بسعادة مس بسعادة مش درجين بتبيع فما كان بسعادة برك درجين اللي هو عبد لله والباقي تقليد باقي تقليد والباقي تقليد معناها كيف وصلت قبلك بعامين للدنيا يعني وانت انا مقلد عليك انت اكيد ياما ياما اخويا تقليد فما بسعادة برك الشيب ربي يسونه ويعفو لطفي بسعادة وصل على الراحل حق حاجة غير الفلوس كلم كلمة حق عيشة في تونس مش متاعنا اخوات في الضيق قولوا الحبس مش متاعنا حبوا العز فك الفقر مش متاعنا حبوا العز والله مش في بالي على فلسطين خطرت في الكوفر تصوير هيك علامات فلسطين حبوا العز حبوا العز الفقر مش متاعنا احنا شت لازم بيعوا بعضنا مش متاعنا وما نخافوش خاطر الخوف مش متاعنا طحين مش متاعنا وابنا مش بتاعنا نعيش ونموت رجال خدمة ذل مش متاعنا نعيش ونموت رجال خدمة ذل مش متاعنا ديرت الوردية ما مزيان على الاخر التكنيك اللي خدم به حرام مش متاعنا سرقة مش متاعنا جيبوها بذرعنا اخويا شمتها في اللي بيعنا بلادتنا كانت شعلت نارك ور الكل تضرب على البار بلادتنا كانت شعلت نارك ور الكل تضرب على البار الكو هذا مزيان الكادر هذا مش غلط كي اختاروه برشا اختاروا مش غلط تونس باش تاخو حقك تتعدى بخمسين قشار بلاد مديونة في الاخبار في تونس باش تاخو حقك تتعدى بخمسين قشار قشروا عليك ايه عادي ماي سمصروا بيك وتزيد زبي بزنس باش تاخو حقك تتعدى بخمسين قشار بلاد مديونة في الاخبار وتزيد زبي بزنس يبار جموع تتزبر بالبوفوار نموتو نموتو حماة الحماد تونس زبورة ما ناقصة بيلات من ثورة توا اوه زب تونس زبورة ما ناقصة بيلات بوفوار نموتو نموتو حماة الحماد تونس زبورة ما ناقصة بيلات من ثورة توا نعيشو في نفس الكاسات جيو للحومة كان في الانتخابات كله كلام ما فهمش والله العظيم بالرسمي اخو شو بلي اخويا شكون ميزالي راه هذيك كلا جمعية تحية تونس انت يا معي تحياتو مش تحياتو خليل تونس خليل تونس اه شكون ميزالي راه هذيك في الحبس الاخر ولا هالك ولا ايه الجمعيه قال لك احنا جمعيه مستقله واحنا يا اخويا ماناش داخلين مع حد هي وينكم الروكه في الانتخابات من وقتها يا مريتكش وينك ولد اختي تنضرب الجيران مقصود اذا فاز مليون ترجي مليون لافريقيا ايه ديك العاصمة العاصمة راه هو اشتراها ايه هو معناها كي بعثها لك التسويل اللي ماشي هيك معناها كلنا واحد مجتمعين هذا فما شكون لا يقول لك جمعيتي يعني الافريقي اللي اسمه الافريقي كاو مليون ترجي مليون ظهري زاد فما شو اسمه كل وقتها بي سي تي ليكم الكليب في زوز مراول اها من ثورة توا نعيشوا في نفس الكاسيت جيو للحومة كان في الانتخاب استبرد بيت كله كلام ما فهمش ضمانات هاي كمل صور ونظم بعد زبي بيت من ثورة توا نعيشوا في نفس الكاسيت جيو للحومة كان في الانتخابات كله كلام ما فهمش ضمانات أكبر مجرمة تلبس كوستيومات ما عادش كورة كي تفرقنا جروبات أوه ما عادش كورة كي تفرقنا الجروبات بالرسمي يتوا ما عادش نتفرقوا في الكورة وبرا حتى في الجروبات في نفس الجمعية هذاك جروب الدرشنية وكذا جروب الدرشنية وتقام يتضاربوا في استاد قسم بالله مشي في البارا للليمت كي روحي قزمت شعر ما عاد شكورة كي تفرقنا جروبات مشي في البارا للليمت كي روحي قزمت شعر لسلمت ما نحبش يجيني نهار نقول اندمت وجيعة تحكي وحدي بيتي ظلمت نحن نعيفو من غيروش نحن نعيفو من غيروش نحن نعيفو من غيروش سي بي محلية نحن نعيفو من غيروش خسر فلوس نجيبو ما نحيروش خدم مخك تاخد صفر ودروت شدي ساري سبقت الراحة للزلاز انا بيدي كيما معظم اصحابي ملي صغير مسؤولي انا هاز توصل في تونس من حومة شعبية كل وردية توصل صوتك راون جاز توصل في
من الورديه كي توصل صوتك راهو انجاز مزيان صحيت. اي مزيان تفرق استوش يقولوا لك احنا من مكنين يا برو فما عباد من عميره تحاول وعباد كيف فهمت حسيتها فاهم تحس في تونس مرحومه شعبيه كل ورديه توصل صوتك راهو انجاز سيبقى طفل في صدري يعاديكم يعاديكم جخ. تقسمنا على يدكم فتبت كل ايديكم كلمه حق عيشه في تونس مش متاعنا خوات في الضيق قولوا الحبس مش متاعنا حبوا العز فك الفقر مش متاعنا يمكن التراك مسجل من قبل وهاكا ريبريزنتا فلسطين والدنيا في تصوير لك احنا شت لازم بيعوا بعضنا مش متاعنا اصلا عباد كيف شفت لما على خاطر الفوز مش متاعنا تحين مش متاعنا وابنا مش متاعنا نعيش ونموت رجال خدمة ذل مش متاعنا حرام مش متاعنا سرقة مش متاعنا جيبوها بدريعنا اخويا شماتة في اللي بيعنا سرقة مش متاعنا خرد مش متاعنا نجيبوها بذرعنا شمتها في اللي بعنا وليتك السروير رايك في التراك صح والله كي باش نحكي على التراك ستو اللي نعرفه والتراك هذايا متواضع قدام ستو اللي نعرفه التراك عادي ايه عادي تراك عادي بالستو العادي بتاعه عرفت اقول لك ده العادي بتاعه صحيح ما 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 فماش البار اللي شدني في التراك ولا بونش لاين قويه فما فما لغه ما فماش كيما نقولوا حاجه قويه حاجه تشد وحاجه قويه العادي بتاعي صحيح نتاع استو هاني لهني هاني مازلت موجود اسمعني لو حاجات مطيره خير اكثر فهمني زيد اعطيونا انتم الاولاد حاجه عاديه راهي هذه شوف يجي يقول لك حاجه راهو إذا بشتراها عبد سايبة كل تراك برو بشي يقضعك راو سايبة خاطر ينجم يكون التراكات اللي نحكيو عليهم احنا مثلا فما شكون ما اقنعوشي ويجيك هذا يقولك مش عادي مش أكيد سبحان الله سبحان الله أكيد تعرفش عليه الأولاد عطيونا رأيكم انتم في التعليقات وسعادة كالعادة معلش ما نطولوش مانيشنا قاعدين نطولو في ريك تويت ونحكيو برشا نفسية اللي صاير خويا في خواتنا اللي صاير في خواتنا الاولاد نفسيه بالرسمي ما تخليكش تحكي انا نحكي على حق انت الزبي ديما تحكي لا احنا تو نسمعوا في ستو يقول لك مش متاعنا وحاكم وزبي ما تمشيش تحكي على خواتنا ما تي يا خويا نجمو نحكيو على الدقه اللي دخلها في الوسط نتاع شكون هشام الجخ شاعر مصري الدوخ عنده طقطقات ابارديه نتاع الاسم هذه اسم التاشيره وعندما كبرت أوقفتني تأشيرة لم أعبر ولم أمحل هيلة هيلة وعنده كعب أخرى لماذا تحجبوننا بالأعلام؟ كرهنا السقي والساقي فتبت كل أيديكم هيلة هيلة, هيلة وعنده كعب أخرى اسم المكالمة ظهرني كمكوها معناها كادر كبير في الدولة ندمني لاني قلت على حديث وش بيني ما نحكي وش كادر كبير في الدولة يحكي مع شكون أنا في عماد الثورة في مصر فهمت يا ابني دول شباب هنا حنغني لهم مصر تارية مصري عسكرية وليلهم وانا فهمت مشي عادي حسين ولا شاب الشخ شرشي و شرشي وعلي الأولاد بسعادة وبسعادة كالعادة تستحق أي أقولك ببركة وكملوا شنو هاي قول قول لا لا ميسيرش حق هاي برا توكم لا اعطيني نم ولا سعادة مش عارف يقولك شخبيت علي مش عارف تقول باهي برا تكلم اخي باي باي